السلام عليكم أصدقائي. مثل ما نقلنا البارحة وانتقدنا حالات سلبية صارت في ملعب الميناء بعد مباراة الميناء والكويت الكويتي، اليوم أكو مشاهد صارت مباراة العراق والكويت، شغلات تشرح القلب والله. تنم عن جمهور واعي ومثقف، جمهور عنده حب العراق وكل شيء، جمهور يشكر على كل لحظة شجع بها المنتخب، جمهور نقل صورة حلوة. هذا الجمهور الواعي المثقف اللي احنا نقول عليه. بعد المباراة شباب حلوين ومرتبين، الله يحفظهم يعطيهم الصحة والعافية، خلينا وياهم اكياس لما والنفايات الوساخة اللي صارت اثناء اللعبة من بعض الجمهور اللي حرام انه نقول عليهم هم جمهور عراقي. اي نعم، صورة حلوة، نقل صورة حلوة، صورة عن جمهور الواعي المثقف الراقي، هذا اللي نتمناه. صدقونا أن البارحة من يعني بعض المتابعين قالوا ليش تنقل صور سلبية؟ لا، أنا ما أقول صور سلبية، أنا نقل الصورة ننتقدها حتى نتجنبها في بطولة راح يستضيفها العراق. إحنا عندنا جمهور واعي ومثقف، وذول الشباب اللي موجودين هاي الفيديو والصور راح أشوفون، هذني هذول هم فخر العراق، هذول هم انضاف في بيئتهم، انضاف في واقعهم، ونقلوا الصورة للملعب. تحياتنا لكم، تحياتي لكم، لكم انت يا راقين يا مثقفين يا واعين. بديت الفيديو بالروح بالدم نبديك يا عراق، اختم الفيديو بالروح بالدم نبديك يا عراق بصوت جماهيرنا الرياضية الواعي المثقفة المحبة للعراق. تحياتي لكم، واتمنى نشوفكم على الخير والمحبة.